لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم متابعين القناة الأعزاء، إزاي أخباركم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. للأسف النهاردة معانا خبر محزن جدا، وفاة الفنان المصري المعروف إيهاب خورشيد. أعلن الفنان عمر خورشيد وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد مساء يوم الأحد، وكتب خورشيد عبر حسابه في موقع فيسبوك: توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض. الفنان إيهاب خورشيد ممثل اشتهر خلال فترة الثمانينيات بعدما شارك في العديد من الأعمال، اللي منها أولاد الملجأ وصاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب. كان الفنان إيهاب خورشيد متزوج من الفنانة علا رامي شقيقة الفنانة سحر رامي، وأنجب ولدا سموه عمر قبل أن ينفصل. بعد كده تزوج من الفنانة نغم فتوكي ابنة شقيقة الفنانة وردة الجزائرية. إيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد. وأكدت الفنانة علا رامي خبر وفاة زوجها السابق ووالد ابنها في تصريح خاص، وقالت: إيهاب خورشيد توفي مساء اليوم في توقيت العشاء داخل أحد المستشفيات، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين الانتهاء من إجراءات المستشفى. بتأتي وفاة إيهاب خورشيد بعد وفاة والدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد من شهرين عن عمر نهز 82 عام، اللي توفت نتيجة معاناتها من الالتهاب الرئوي، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالفيوم. ربنا يرحم الفقيد ويجعل مسواه الجنة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس بكل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.